فإذا نظر إلى الأمرد أطال النظر، فإذا ذهب عنه ابتدأ يتذكر الصور الخوالي والإرشيف الأسود، فلا زال يتذكر ويستدعي الأفكار السيئة التي هي في الأصل زنا عين، ولا زال يسترسل حتى يقع في الحرام، وحتى يظلم قلبه، وحتى لا يجد للحلال لذة. والشيطان يعطي بعض المنتجات وهي منتج زنا التفكير. وزنا التفكير إيش؟ مشاهد رآها في صور أو أناس يراهم كل يوم فيتعلق بهم من المرضي ونحوه، فإذا غاب عنها قال الشيطان دامه راح اللي انت راه، إذن خذ الصورة، شفت، أرأيت، ركزت، نظرت، كان كذا وذا. واللي ما يقطع الأفكار السوداوية التي هي نوع من الزنا يقطعها بذكر الله، بالهروب إلى أحبة الله يتقوى إيمانا بالوجود معهم، بقراءة القرآن، بالصلاة، إذا استرسلت فسيظلم قلبك لا محالة. وكل واحد منا يعرف النافذة التي يدخل الشيطان عليه منها.